بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. صحيفة صباح التركية تقول إن القوات الروسية وقوات النظام انسحبت من مدينة ترفعت بريف حلب الشمالي وأخلت مواقعها العسكرية في المدينة وأبقت على أعلامها في بعض النقاط. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف تقول إن تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لسوريا هو أمر أساسي في استراتيجية الولايات المتحدة. قوات النظام تعتقل عدداً من الشبان في بلدة دبسي عفنان جنوب غرب الرقة وتسوقهم إلى الخدمة العسكرية الإلزامية. هيئة البث الإسرائيلية كان تقول المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتوقع أن يحد النظام من استخدام إيران للطيران المدني في نقل منظومات السلاح الدقيقة إلى ميليشيا حزب الله عبر مطار دمشق بعد الاستهداف الأخير للمطار. الأمم المتحدة تصدر تقريراً تقول فيه إن 92% من اللاجئين السوريين لا ينوون العودة إلى سوريا خلال العام المقبل. الائتلاف الوطني السوري يدين تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي حول إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ويعتبرها بمثابة تهديد للمجتمع الدولي.